على نبي عن شرائع أحكامك ووحيك الذي أرسلته مبرقا بين حلالك وحرامك وندبتنا لتعرف ثوابه الجسيم وحضرتنا على نسر وعيده شديد عذابك الأليم واجعلنا ممن تلين قلوبهم عند سماع آياته ويدين لك بامتثال أوامره ومنهياته فاجعله نورا نسعى به إلى أرصات القيامة وسلما نعرج به إلى دار المقامة اللهم وسهل به علينا قلب السياق إذا دنا منا الرحيل وبلغت الروح منا التراقي وتجلى ملك الموت لقبضها من حجب الغيوب وكيل من راق والتفت ساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق وصارت الأعمال قلائد في الأعناق اللهم لا تكل يدا إلى الأعناق أكفا تضرعت إليك واعتمدت في صلواتها عليك راكعة وساجدة بين يديك ولا تقيد بأفكار الجحيم أقداما سعت إليك فبرزت من منازلها إلى المساجد طامعة فيما لديك ولا تسم أسمعا فلتذت بحلاوة تلاوة كتابك الكريم ولا تطمس بالعماء ينبكت في ذلب الليالي خوفا من عذابك الأليم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سفي أبواب الذنوب وعلى آله وأصحابه أطباء القلوب وعلى أمته الذين كشفت لهم كل محجوب وأنلتهم كل محبوب ما هبت النفحات السفرية وتعطرت المجالس بعرف أخبار الأحياء الزكية المسكية آمين اللهم آمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.